منين؟ ما هو ابتدى طلع من مارك الواير الصفرا. الواد ده مش تمام. قلب وادي على نفسك. عندي في السموك واحد تاني هنا، واحد تاني هنا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا يا شباب، طبعا بلاك اوبس 6 نزلت، ودلوقتي احنا في مرحله طبعا بنلعب ونشوف كده الاسلحه ونشوف اللعبه ونتعود عليها، لان طبعا الميرج خلاص الله اعلم المفروض الشهر الجاي ان شاء الله، او ممكن اول 12، لسه ما فيش حاجه مؤكده. فبتتعود نفسك طبعا على الموفمنت وعلى الحاجات دي اللي هناك. ده كده جيم وور زون. انا في الغالب هنزل الفتره الجايه جيم وور زون، وهنزل كام حاجه كده من بلاك اوبس، ان انتوا طبعا اللي متابع انا ما بلعبش مالتي كتير، بس بجرايند الكاموز والحاجات دي. تمام، فمن غير ما اطول عليكم، النهارده هنلعب ان شاء الله كان 2 جيم بلاي، واحد كان بالستاتيك والتاني كان بالاف جي اكس حورس. من غير ما اطول عليكم تعالوا نخش على اللود اوت على طول. طب يا شباب، نيجي اللود اوت الاف جي اكس حورس. اول حاجه هنحط الكوارتر ماستر، هنحط اندر بارل سيرافيك، هنحط الطلقات دي اهم حاجه، الاي اي تي 60 طلقه، واي اوبتيك مناسبه ليك. انا بلعب بالجلاسلس. نيجي يا شباب للاستاتيك، كوارتر ماستر اول بارل، باراكورد اندر بارل، انا بلعب بالاوبتيك دي يا شباب، الكوارترز كلاسيك ريفلكس، والستوك الاولى. نيجي يا شباب للسنايبر، الموريس هو افضل سنايبر في اللعبه. عندك اول حاجه انا بلعب بالاوبتيك اللي هي الاس بي اكس 80، شوف انت ايه الاوبتيك مناسب ليك. بلعب بالستوك الاخيره، بلعب بالبولت بتاعت السبيد، بلعب باول ريجريب، وطبعا هنحط الطلقات اللي هي الانتي ماتيريال. ده لود اوت اكسترا كده يا شباب، تقريبا كان موجود منه لقطتين او حاجه في الفيديو. السونيك سوبريسور، ده الكات ام ار سونيك سوبريسور، الليزر اف اس اس وال اي في ليزر، سباير بوينت، والبولت بتاعت السبيد، والاوبتيكال اس بي اكس 80. بركات فيديو النهارده ان شاء الله، ماونتينير سنايت اوف هاند كويك بيكس وفليكس. طب يا شباب، ده كده كان لود اوت فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. الحمد لله يا جماعه وصلنا لحاجه كويسه جدا، وده بفضل ربنا وفضل وقفكم جنبي. كل اللي عايزه منك انك تعمل لايك علشان خاطر اليوتيوب يزق المحتوى بتاعنا، وان شاء الله نعدل الخوارزميه بتاعت القناه. اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طب يا شباب، لما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه، عندك على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له قطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك، علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجه اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمه دي شو ريجنال عشان يقول لك التوقيت، وبتختار التوقيت اللي بيكون متاخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على اللوبيز مثلا بتبقى اخف شويه عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجه بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتاثرش. تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست، ممكن تختار اف بي اس بوست، ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود سي اكس سي 30، هتعمل ريديم، هتاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع على الفيديو. ستايل موسيقي. ايه اللي حصل فيه؟ هل تحتينا؟ يما عندي شوتينج. ممكن نشيل الماركات. هو ده الواد هنا، هنا فوق، هنا فوق بس. Located
واحد فوق واحد فوق جاي من بره جاي من هنا get out of that boys we're gonna fight for these fuckers جاي من هنا يلا واحد علف وينا فوقنا اس يلا عليه واحد بيجري تحت واحد تحت One shot. Jesus Christ. This is a cluster mine. What point of the summer? وات بوينا وات بوينا على الديك على ال يا عم حرام بقى حرام بقى انا بضرب منين ضربت بسنايبر ملوش دعوه بالحوار هذا اللي قررت لا عم بس جايين عليهم ولا تحتينا تتعمل عليك ترن بنت واب بره واب بره ده فوق صح بيتكلموا تعال فوق امسك هاي عمو بوكس لا ولا ايه عندنا شباب تعملوا ايه يلا بضرب من ورايا من ناحية الديكون ماشي شيل الماركات شيل الماركات شيل الماركات الواد اللي معانا الواد اللي معانا اوه ده على السطح كراك مش انت بس اللي بتكرك قالك I cracked one هيا من الضرب لا اله الا الله ده على الووتر تاور ده ولا ايه داون ووتر تاور Your squad made it to the safe zone. هات فورفين معك 12000. خد خد. برسيجن بتاع اي حاجة. مورتر 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 مضروبة. Your
تحتنا تحتنا حتى طول. يا شباب احا بيرفوا نفسهم بس كده رفوني بسرعه معايا فلوس احا ده انا جايب واحد ومكسر الاثنين يلا يابا بيرفوا هنا هنا فوق اطلع ده داون ولا ايه داون داون في ناس تحتينا كده ستاكن هي ميت No. الله ولا بنا تحتينا اجينا الردة الاخير تقريبا نزل في ال داون ولا ايه داون فينش مش وايب بس الداون هاي 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 اندستري اللي هي بتقول عليها ديف كومباين نوفا هوستايل موسكيتو از اون لاين يا الف وشك يا مورفين في التانل عندي ثلاثة عندي ثلاثة ناحية البنزينة بيبشوا عليا داون يا ابن الش اهو واحد فيهم هو مستاك ما ثلاثة المفروض الله يا ابن تاني كراك نوك نوك ناحية اللي عليه الدينجر ده عندك علاء على يمينك اطلع فوق بقى اطلع فوق اطلع السطح ملغم وراك يا علاء كراك تحتيك يا مورفين كم واحد Friendly loadout drops on the way.
طلع لك. طلع 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 جاي ولا عندي قصة اتنين ينهر ازرق عجنت ماشي ماشي انا كان في تيم بشيشكم من على السطح جريته في ثلاثة هنا دور ارضي طاحن من هنا بيجروا رابط هنا قدامكم هنا عندكم فوقي فوقي انا اللي فوق عيال الناحية التانية وفي عيال تحتينا معاك عمو سنايبرات معاك عمو سنايبرات تعال اسرق خد يابا اتكلم يا عمر ايه اتكلم يا انا قلت يا اسطى ثلاثة دول ارضي والله وبعدين انتوا بتدوا فول خلاص يا عم عراه والله بلاش مش لبس الجيم ده الناحية التانية بقول لك ايه خد ايوه حلو قوي يا اسطى حرام ضربت من الناحيه الثانيه برضو ريف ريف بسرعه ريف بسرعه هاربها ايوه 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 هما قدام قدام على الشمال واحد ورانا يلا يما من ورا يا جدعان ورا قدام بدون انا سيف انا سيف ورا تعال 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 انا معايا سبيشالست كراك وان شوت كان بيقول ترى يتوك على التكييف اللي ورا عند الزيب لاين تنفى فين تنفى فين نوت هذا دخلت تنفى لا 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 ما حدش بيلعب من ناحية جرامو عند الأوضة واحد متنوز قدامنا على السطح مات التاني عند جرامو عند الأوضة بتاع جرامو اللي في طرف قدامي هنا اهو واحد نزل تحتية اخلع غيره 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 متشاف ارحمني ابراهيم ارحمني العيال تحت عند النفق انا زيرو ايه ار زيرو فيه ده ورا على السطح ياسر ايوه 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 لو راح محتاج اخد لوتو بصراحه الواد ده انزل 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 على طول انزل على طول انا لو عايزين اشتري الكلو ده اوت معايا اخر حاجه ها لا انا عايز امو بوكس انا عايز امو بوكس خدي معايا معايا يابا معايا امو بوكس هو العيال طالعين ماشي وارمور هنا اهو واحد ورا الاوضه دي شيل الماركات وطالعين من ورانا مين واقف عند الواير حلو قوي حلو قوي نادر كسرت واحد كسرت واحد في وشي واحد بيطلع من الواير الماركه الصفراء منين ما هو ابتدى طلع من الماركه الواير الصفراء الواد ده مش تمام رجاله في وادي على نفسك بقول لك ايه يا اسطى انا شخيت عليه شخ عايز بس هو عايز تمام قدامنا ولا ايه قدامنا ولا ايه واحد تحتينا دخل الباب دخل الباب حالا
ايه ده؟ طالعين عندي كسرين واحد. ارجع 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 فوق ارجع فوق انا فوق بس انا زيرو شيلد. شكرًا. واحد هنا انزل اجيب شيلد على السلم. تعال انا جاي لك جاي لك. انا بتضرب من ناحيه الزفت اللي قدامنا ده. يلا اطلع فوق التاور. حد من ظهرنا حد من ظهرنا. ايه ده ايه ده ايه ده. صمم يفنش يا اسطى. اه الباب على الباب على الباب. مات زون مات زون مورفين مات زون. الناحية التانية حد معاه فلير. العب العب وات فوق. خلي بالك بس خلي بالك فوق فوق في تروفيا على 27000. حاضر. ولا اشتريك منين؟ جنب جنبك انا مرحبا. كنترول كنترول خلي بالك بصين علينا يا ابني وجنبنا البيت اللي قدامنا. اه اه ليفنج البيت الكبير. عندي في السموك واحد ثاني هنا واحد ثاني هنا. انزل 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 مورتر رجاله هنا بتجري على الصوره. هم اهم اه بيلعبوا العيال دي يا ابطال يا اسطى. حرام مات الحمد لله. اهو اهو الواد اهو الاخير خارج 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 من كل اهو يا خساره.